طيب بالنسبة لعملية التاني، فأشهر شكل لعمليات التاني هو الشكل المتوضح قدامنا ده، اللي بيكون فيه برانش بينزل وقصاده خامة كده، وتحتيه فيه شكل على حرف V، تمام، اللي هو الباي، تمام، وبيبتدي تحصل عملية التاني. عملية التاني دي بتحصل، تمام، فبيكون فيه بلاستيك ديفورميشن، تمام، فيه تشكل دائم هيكون إيه موجود في المعدن. ونظرا لوجود تشكل دائم، فهتلاقي إن النيوترال أكسس ده بيترحل، تمام، بيترحل بنسبه معينه. ليه؟ علشان التشكل اللي حصل ده خلالي ان في اجهادات مثلا من بره شد ومن جوه ايه ضغط، فبالتالي الاجهادات دي بقت موجوده معانا طول الوقت، فالنيوترال اكسس اترحل شويه بدل ما كان هنا ايه في السنتر بتاع الكروس سكشن ده زي ما انت واخد في الميكانكس كوتيريال. طيب ايه بقى المشكله؟ بص يا سيدي، دلوقتي لو انا عندي صاجه كده انا تنتها، ده كده منظرها بعد ما اتنت، تمام. طبعا الحته دي دوران وبتكون زي السلاح، يعني لو تفتكر السلايدز اللي فاتت كان السلاح نازل عامل كده كده كده، الدوران ده هو الدوران ده، تمام. طيب ايه بقى المشكله؟ المشكله ان انا لو جيت قلت لك انا عايز اعرف ادي طول العينه ديت كده 20 وكده مثلا 40، تمام، وجيت قلت لك انا عايز اعرف طولها قبل ما تتني وهي مفروده كده، هتيجي تقول لي 60، هقول لك لا غلط، تمام. ليه بقى؟ لان في حصل بلاستيك ديفورميشن، تمام. طب ايه المشكله؟ ايوه، المعدن استطال، حصل فيه ستريتش. طيب فطول العينه دي بقى كام؟ قال لك بالتجارب وكده ان هم اكتشفوا ان علشان انت تحسب طول العينه، لو انت عرفت تحسب الطول بتاع النيوترال اكسس، تمام، يبقى انت كده جبت طول العينه. طيب هتيجي تقول لي ايه يا عم؟ عادي، انا عارف ان اخر القوس ده هنا، تمام، فعارف الطول ده من اول هنا لحد هنا. حلو حلو، هتقول لي وعارف الطول من اول هنا لحد هنا، بس طول القوس ده بقى بكام؟ ها، وبالتالي طلع لك مفهوم جديد اسمه الكي فاكتور، تمام، طلع لك مفهوم الكي فاكتور. الكي فاكتور ده بيقول لك ايه؟ تمام، بيقول لك ان النيوترال اكسس بعد ما ترحل بقى بيبعد عن الوش ده اللي هو كان حصل فيه التقنية بمسافة مقدارها تي. لو قسمت التي دي على التي اللي هي السيكنس، فانا كاتبها كابيتال، تمام، عشان نوضح يعني، على التي اللي هو السيكنس بتاع الشيت، تمام، هتلاقي طلع لك حاجة اسمها الكي، هو ده الكي فاكتور، ودي المسافة، وده بيعبر عن الترحيل اللي حصل ايه في النيوترال اكسس، تمام. يعني مثلا 3 من 10، يعني هنا ده ايه؟ ده مشي كده، النيوترال اكسس مشي 3 من 10 من ايه؟ من سمك الخامه. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ان انا اعرف الريديوس اللي جوه ده، صح ولا لا؟ يعني لو الريديوس ده 5، تمام، والتخانه دي مش عارف 10، تمام، فبالتالي هقدر اعرف الريديوس ده كام، واقدر اعرف طبعا الريديوس ده كام، تمام. طيب هتجيب 3 من 10 من ال10 وتضيفهم على الخمسة فيديك الريديوس ده بكام، تمام. هتقول لي طب انا استفدت ايه لما عرفت الريديوس؟ هقول لك تقدر عادي تحسب المحيط بتاع نص بتاع ربع الدايرة ديت، تمام، وكده انت معاك الطول دوت ومعاك الطول ده ومعاك الطول دوت، تمام، فتقدر تعرف ايه طول القطعة قبل ما تتفرد. دي طريقة، تمام، دي الطريقة بقى اللي هي بتاع البند الاونس، تمام. يعني في اكتر من طريقة ان انت تحسب بيها طول العينه قبل ما تتفرد. هتقول لي هيفيدني في ايه اصلا طول العينه ده قبل ما تتفرد؟ هقول لك لان انت اكيد يعني هتكون محتاج تعرفه علشان لما تيجي تدخله تضمن ان هو بعد ما يتنى يطلع لك بالابعاد اللي انت عايزها، لان انت وانت جاي بتصمم انت بتصمم بعد ما اتنى، تمام. طب هو قبل ما يتنى كان شكله عامل ازاي؟ ابعاده عامله ازاي؟ تمام. طب انا اجيب صاج طوله قد ايه ومش عارف ايه كل ده، تمام، لازم انت تكون عارف. طب هتعرفه ازاي؟ هتعرفه عن طريق ان انت تعرف الكي فاكتور والحاجات دي كلها. طيب ففي اكتر من طريقه لحساب طول الافراد، تمام، البند الاونس، الجيج تيبل، في البند دراكشن، تمام. احنا بس هنتكلم كده سريعا عن البند الاونس والجيج تيبل، يعني مش هنخش قوي في الموضوع، كده كده مش فارق ان انت تعرف كل الطرق، ولكن اهم حاجه انت تعرف ان في حاجه زي كده وان هي بتتحسب او ليها قوانين، ويعني ممكن تشتغل سواء البند الاونس او الجيج تيبل، وعندك البند دراكشن مش بعيده قوي عن البند الاونس. طيب بالنسبه للبند الاونس، البند الاونس هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك من الاخر
بالاخر يعني هو بيقول لك انا هجيب لك طول، تمام، طول الكيرف ده هيبقى بكام، تمام، البند الاونس هيجيب لك طول الكيرف ده هو بكام، تمام. فبيقول لك 2 باي، تمام، في الالفا، الالفا دي هي الزاويه دي، تمام، دي كده دي اسمها الالفا، اللي هي الصاجه كانت عندك عدله كده، انت جيت تنتها كده، تمام. مش بقول لك الزاويه اللي جوه دي، تمام، لا الزاويه دي، دي بكده، تمام. طيب الار اللي هو السكه الثانيه اللي هي 5، تمام، الكي فاكتور، تمام، في التي، الكي فاكتور في التي. طيب البند الاونس ده بيتعامل مع ايه؟ مش هيجي بقى يقول لك طب خش جوه الخامه وعند نيوترال اكسس، هتقول لي طب ما انا لو عارف النيوترال اكسس هحسبها عادي بالطريقه اللي انت لسه قايلها. اقول لك لا، البند الاونس بيتعامل كده، يعني ايه؟ في هنا هو الفلت، تمام، ده كده الفلت اللي حصل بسبب التانك. انت هتقول له الطول من اول هنا لحد هنا معاك، صح؟ ومعاك الطول من اول هنا لحد هنا. المشكله كلها في الدوران ده، هو الدوران ده اللي اتضاف لك، هو ده اللي زود او ده اللي حصل فيه ايه تشكل، فانا عايز اعرف الطول بتاعه قبل ما يحصل فيه تشكل. طيب هعملها ازاي؟ الطول ده معاك صح؟ ولنفرض ده كان ب 10، فلا 10 كتير قوي، سيبك من مثال ال 20 و40، فده ب 10 مثلا، تمام؟ ودوت ب 20، تمام؟ عايز اعرف بقى طول الكيرف ده اللي هو كان يعني ايه قبل ما ده يتني، قبل ما يحصل فيه ديفورميشن، تمام؟ فاعرفه عن طريق ايه؟ البند اللونس، هو ده، هو ده الطول بتاعه، تمام؟ طيب الكي فاكتور بقى ده استخدمه ازاي؟ او استخدمه بقيمه ايه؟ بص يا سيدي، هي ليه جداول، في جداول للكي فاكتور ممكن تجيبها من على النت وتشوفها، تمام، لكل طريق تاني، لان كل طريق تاني بيختلف معاه، ولكن يعني في الغالب يعني اللي هو لو عندك الريديوس، تمام، اصغر من الاتنين تي، تمام، اقل من السمك مرتين، خلي بالك ان التي هنا دي السمك مش التي اللي هي الترحيب، تمام. طيب لو الريديوس اصغر من الاتنين تي فاستخدمه ب 33 من 100، لو الريديوس اكبر من او بيساوي 2 تي فاستخدمه بنص، تمام كده. طيب ده كده بالنسبه ايه ازاي نحسب بيه البند الاونس، بنكون عارفين الطول من اول هنا لحد هنا والطول من اول هنا لحد هنا، وبيكون بقى لنا بس ان احنا نعرف طول ديت قبل ما يحصل فيها ديفورميشن، كان طولها قد ايه، ما هي دي اللي بتسبب لي المشكله. فهو البند الاونس بيحسب لك الطول ايه بتاعها، يعني كانه بيحسب لك محيط ديت قبل ما تبتدي، تمام، اللي هي لو قلنا ان هو كان لحد هنا ده اللي هو اول خط دوت، والتاني كان لحد هنا، فانا عايز اعرف الطول ده، فطول ده اللي هو البند الاونس. طيب ده كده لو هنحسبه بالبند الاونس. طيب في ايه تاني؟ في حاجة تانية اللي هي الجيج تيبل، تمام. طب الجيج تيبل دي بيقول لك ايه؟ الجيج تيبل دي عبارة عن تيبل، تمام، مجمع لك فيها، يقول لك ايه؟ طب بص يا سيدي، انت لو هتتني بالطريقة الفلانية فالبند يعني الافراد بتاعك هيبقى بكذا، لو انت شغال بالنص القطر الفلاني كذا كذا، يعني كأنه جمع لك الداتا دي كده كلها في جداول، تمام، وزود عليها اللي هي طرق التاني بقى والريديوس المسموح بيه وما الى ذلك، تمام. وده بيكون ادق من حكايه البند الاونس، لان البند الاونس هتلاقي ان احنا ما اتكلمناش على نوع اسمه ايه ده، نوع التقنيه نفسها ايه هو، يعني فاهم قصدي، ما دخلناش نوع التقنيه في الحسبان، تمام. بس في اكتر من طريقه زي ما قلنا ان انت تحسب بيها طول الافراد، ولكن لازم تعرف يعني على الاقل ايه طريقه منهم او الدنيا نفسها ماشيه ازاي. طيب ساعات بتخش تشتغل عادي بالجي تي كيبل على طول، وساعات لو انت عارف الكي فاكتور ممكن تشتغل بيها، تمام، او تدخلها للبرنامج زي برنامج سوليد ووركس، تدخله الكي فاكتور والار، تمام، وهو بالتالي هيقدر يحدد نص القطر ده بكام، تمام، لان انت بتقول له 3 من 10، 3 من 10 من 10 يبقى 3، حوالي 3 و3 كده، يعني 3 3 و3 دائري، تمام. طيب فهو عرف يحدد نص القطر ده بكام، تمام، اللي هو 3 و3 دائري زائد 5 فيبقى 8 دائري، 8 و3 دائري، تمام. طيب ومعاه الطول دوت مثلا من هنا لهنا بكام، هو ده من هنا لهنا بكام، كل ده، تمام، فيعرف ايه يحدد لك في النهايه، تمام، العينه هتتني عند العينه وهي مفروض هتبقى، تمام، وممكن يشتغل بالجيج تيبل العربي. طيب
في حاجه بقى بتحصل لما انت بتيجي التاني، وهي السبرينج باك اكشن. ايه السبرينج باك اكشن؟ هقول لك دلوقتي، لو انت ماسك حته عجينه تمام، والعجينه دي انت ضغطت عليها وبعد كده شلتها، مش بيحصل فيه اسمه ايه ده، بيحصل فيه رجوع فيها؟ رجوع بقى حاجه بسيطه. هتقول لي رجوع ازاي؟ هقول لك يا عم الرجوع ده انت شفته في الستريس سترين كيرف. تقول لي فين؟ هقول لك فاكر الستريس سترين كيرف لما كان عامل كده تمام؟ مش احنا قلنا ان الحد هنا دي كده، دي اللي هي منطقه الالتيميت، دي كده منطقه الكسر تمام، دي كده منطقه الالتيميت. فهنا دي فيها، دي كده كلها فيها الاستيك بلاستيك ايه، ديفورميشن. يعني لو جيت وقفت التحميل هنا هتلاقي مره واحده راح نزل لك عامل كده. فده كده اللي بقى جوه المعدن، وده كده ايه اللي رجعوا لك المعدن. هو ده نفس النظام هنا، لان انت ما بتعديش في عمليات الميتال فورمينج زي ما قلنا، ما بتعديش النقطه دي اللي هي الالتيميت تمام. طيب احسب ازاي السبرينج باك اكشن؟ بص يا سيدي، الزاويه اللي بتبقى محصوره جوه هي اللي اسمها الفا داش، انما الزاويه يعني انا دلوقتي ايه، ثانيه نمسح دوت. انا عندي دلوقتي الصاجه كانت عامله كده، بعد كده انا جيت تنيتها كده، الزاويه دي كده اسمها الفا تمام، دي كده الفا. الزاويه اللي جوه ديت تمام، دي اسمها الفا داش، الفا داش تمام. طيب ايه بقى الالفا تي داش؟ سيبك دي كده الالفا تي داش مش بي، هي بس عشان الصوره من مكان والبتاع يعني هو اتلخبط يعني المره. طيب فدي الالفا تي ايه داش تمام، حتى وانا كاتب لك الار تي يعني تمام. طيب فالالفا تي داش دي الالفا اللي هي انت بتبني عندها، اللي انت فعلا مدخلها على البرنامج، لان مش لازم السلاح يكون كونتاكت كده، يعني السلاح ما بيكونش كونتاكت على فكره. الاسلحه بتكون، في اسلحه يعني مش كلها كده يعني، في اسلحه اللي هو هنعرفه قدام يعني في الجزء الخاص بالورش وكده، بس الاسلحه يعني مش بتبقى كونتاكت يعني. تمام. طيب فالزاوية ديت اللي هي الزاوية اللي انت دخلتها على المكنة ونزلت خدتها، اللي هي الزاوية اللي انت دخلت على المكنة نفسها، هل دي الزاوية اللي هتطلع لك؟ لا، هيطلع لك اقل منها لان الزاوية هتفتح تمام. طيب فانا احسب ازاي السبرينج باك اكشن تمام، واروح مزوده يعني، فاهم اللي هو ايه، اعاكس الحاجة بعكس يعني، اللي هو انت هتسحب مني كذا، خلاص انا هزود لك عليها كذا تمام. فبتقول الزاوية اللي هي الالفا اللي انت عايزها تمام، ناقص الزاويه اللي انت هتنزل عليها على الزاويه اللي انت نازل عليها تمام، هيديك السبرينج باك اكشن بتاعك بكده تمام. يعني المعدن ده بيرجع بمقدار قد ايه، بحيث ان انت ايه تعرف تدخل له القيمه المناسبه تمام، او لو انت عارف السبرينج باك اكشن فتعرف انت تنزل تجيب الزاويه كده. طيب القوه بقى بتاع التنايه وهي نازله تمام، بالنسبه للقوه بتاع التنايه تمام، فهي عبارة عن ثابت اسمه كي، ده مش كي فاكتور تمام، في التنسايل سترينث تمام، في الدبليو اللي هو العرض بتاع الخامة تمام، في التي اللي هو السيكنس، في الدي. ايه الدي دوت؟ الدي دوت اللي هو احنا اغلب الشغل بتاعنا بي بندنج تمام، فهتلاقي ان الضايع عامل كده اغلب الشغل بتاعنا بي بندنج، فالضاي بيكون عامل كده، فالمسافه من هنا لهنا دي بنسميها ايه؟ دي. فلو عايز احسب القوه ديت بحسبها بالقانون ده، وساعتها الكي دوت بنعوض عنه ب 0 3 3 0 33 من 100 تمام. ولو في شغالين بحاجه ثانيه اسمها الاير اسمه ايه ده؟ الايدج بندنج تمام؟ بتشتغل بواحد وثلاثة وثلاثة، عشان كده بقول لك ان ده مش الكي فاكتور، عشان ما تجيش تقول ايه لا ما هي 33 من 100 ماشي. هو الكي فاكتور اساسا ما بيعديش النص، يعني الكي فاكتور بيتراوح من حوالي نص لتقريبا ال 25 تقريبا، كمان ما بيوصلش كده يعني، اقل حاجه بيبقى 33 تمام. بس فعشان ما تجيش في دماغك ان ده الكي فاكتور يعني كده تمام. ده كده لو انت عايز تحسب القوه، وطبعا القوه هتطلع لك هنا ايه بالنيوتن لما انت تستخدم ده بالميجا باسكال، ده مليمتر 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 تمام، يطلع لك القوه في النهايه بالنيوتن تمام، وتحولها انت لطن تمام، وتعرف انت التنايه
انهي تنميه اللي هتخش عليها، لان هتلاقي التنميات بتتوصف بالطن. طيب ده مش كل انواع التنميات اللي احنا يعني اللي احنا شفناها، ده اشهر نوع من التنميات اللي هو ايه الفي، وده اللي انت هتقابله في السوق يعني عموما. التنميات دي انت مش هتقابلها في السوق، فاحنا مش هنتطرق ليها دي. انت لو انت عايز تكمل في الموضوع نفسه وعايز تقرا عنها وكده، هتلاقي المراجعه مستفيضه فيها تمام، وفي فيديوهات كتيره على اليوتيوب بتوضح الطرق دي، وهنستعرض يعني منها يعني. طيب هنشوف دلوقتي مع بعض الفيديوهات بتوضح عمليه التني، ونوضح بعض التعليقات اللي على المكنه نفسها. دلوقتي ده شكل التنايه تمام. هتلاقي المسكات اللي فوق ديت اللي هي فيها يد حمراء، دي هي دي اللي بتمسك البنش ده اللي لونه اسود، واللي تحت ده الضاي تمام. هتلاقي حاجه على شكل حرف البي، بلوكايه كده شكلها حرف البي، بيفتح فيها اكتر من فتحه شكل البي تمام. هو هنا بيتحكم فيها، بيتحكم في بيدخل الاعدادات يعني بتاعته والكلام ده كله عن طريق الجهاز ده الكمبيوتر تمام. شفت اللي اتحرك ورا ده تاني، هو كده بيدخل الاعدادات ماشي، علشان في حاجه ورا اسمها السندو اللي هي تسند معاه الخامه وكده تتحرك بالطريقه اللي هو عايزها تمام. وبرده البنش يطلع لمستوى هو عايزه تمام، ولما يجي ينزل يعني يحس ان الخامه اللي تحته خامه معينه، بحيث ان هو لو حس خامه مثلا اكبر منها والخامه دي كانت خفيفه مثلا، فهو نزل جامد ممكن يكسر الضاي، ودي بتحصل كتير يعني، تلاقي ان الضاي اتشقق بسبب ان العامل دخل البيانات غلط على الكمبيوتر تمام. بص ركز، شايف البتاع اللي اتحرك ده ورا ده كده اسمه السندو تمام. طيب اهو شايف اللي بيتحرك ورا تمام. استنى هو يقطع دلوقتي حاجه اهو، ده كده السندو تمام. طيب اهو اهو هو ده كده السندو. طيب السندو بيتحرك ورا كده يمين شمال فوق وتحت، بحيث ان يسند معاك الخامه من الظهر، انها مش بتدخل صنايع من ورا زي ما اغلب المصريين بيعملوا يعني تمام. طيب كده اللي هو بيعمل البرنامج عادي. بص اهو شايف السندو ساند معاه، هو اللي بيقول له فين النهايه بتاعتك تمام. واطلع اهو هيروح بص مدخل تاني، شايف السندو اتحرك لوحده، هو مدي برنامج بتثنيه معينه يعني. مثلا ساعات بيكون مدي البرنامج مانيوال ان هو يدخله يقول له اول مره خلي السندو يتحرك كذا، ثاني مره خلي السندو يتحرك كذا، ثالث مره خلي السندو يتحرك كذا تمام. وساعات بيدخل له رسمه وهنشوفها في فيديو تاني تمام. اهوت كده هو بيتني عادي، عايز يتني لورا تمام. اهوت كده هو بيقيس الزاوية بتاعته طالعة مظبوطة 90 ولا لأ تمام. طيب تعال نشوف حاجة تانية، نشوف دوت، لأ ده بيتكلم مع اللانش. بص دلوقتي دي بتاع شركة كبيرة طبعا، الفيديو 46 جيجا مش هنشوفه كله، ده كده هو. تبص الضاي، شفت الضاي عامل ازاي؟ حاجة كده كلها متقسمة، هي في عبارة عن بلوكاية كده فيها أكتر من في، في كده وفي فوق وفي الجنب ده وفي في تحت كده أهو. شايف بص أدي في، أدي في، أدي في، كلهم بمقاسات مختلفة. وأدي السلاح، شفت السلاح مش لازم يكون كبير زي ما أنت متصور يعني. بص أهو شايف الباي بالنسبة للسلاح عامل إزاي يعني، مش لازم إن السلاح يكون كبير، ويا دوبك اللي ما بين السلاح والباي إيه الخامة، لا شايف الباي أهو كبير قوي، والسلاح جوه هيخش جوه هيكون عادي تمام. ده اشكال تانيات مختلفه زي ما قلت لك، كل التانيات دي شايف شكل الضاي، كل الحاجات دي مش موجوده اصلا في مصر. مش هتلاقي الحاجات دي موجوده في مصر، عشان كده احنا ما تطرقناش ليها يعني تمام. طيب اهوت هو عادي بيركب السلاح، او شايف شكل الاسلحه كتير تمام، مش كل الاسلحه دي هتلاقيها موجوده في مصر، هو يعتبر الاغلب هو ايه ده كده الجدول بتاع التنايه. الجدول بتاع التنايه ده بيعرف منه اقل حاجه من دي تمام، اقل شيب يقدر يعملها، والريديوس بتاعها والفي والسمك اللي يخش بيه والقوه اللي يطبق بيها علشان يجيب الحاجه دي مظبوطه تمام. الجدول ده هتلاقيه موجود في كل تناه. بص هو جايب لك ايه بالطن لكل متر تمام، لان في التناه اهو شايف هو بينزل ازاي، في التناه اهو
لحد كده، فبيقول ايه يبقى الفي بتاعي بكذا، يبقى مش عارف هستخدم كذا، يبقى هستخدم كذا كده يعني. تمام، على حسب هو داخل بايه. تمام، الاي اللي هو داخل 2 مللي، تمام، وعايز الفي، عايز يعرف هو كام مثلا، وهو مدخل الاتش مثلا، تمام، الاتش بتاعته كذا، او هو معاه الفي فعايز يعرف الاتش اللي هتطلع له بكام كده يعني. اقل اتش يقدر يجيبها، مش الاتش اللي هتطلع له. طيب الطن لكل ميتر، لان التنايه نفسها انت ممكن تستخدمها. يعني ايه التنايه؟ ممكن يقول لك التنايه دي تقدر تتني بالطول بتاعها، تمام، اقصى تخانه 10 مللي. تمام، اقصى تخانه 10 مللي بالطول بتاعها. هل هي كده انا قلت لك ان هي ما تقدرش تتني 12 مللي او 14 مللي بس الطول صغير؟ لا، انا ما قلتش كده، انا بقول لك اقصى تخانه بالطول بتاعها، يعني على الطول بتاعها كله. لو انا هخليها كلها كونتاكت مع الخامه، تمام، يعني هركب فيها سلاح طويل كده. خلي بالك ان السلاح ده بيبقى اجزاء كده، تمام، وساعات بيبقى كله زي ما هو بس بيروح بيقطعه على الورقه، تمام. فبركب السلاح كده طويل قوي، تمام، وبروح ايه نازل على خامه طويله برضه، تمام. فاقصى حاجه مثلا اجيب 10 مللي. طب لو انا جايب خامه صغنططه كده على قد، لا عادي، ممكن تكون 12، ممكن 16 مللي كمان وتنميها عادي، مش مشكله، تمام. طيب فده اهوت عايز يتنميها. بص شايف، بص دي كلها شكل اسلحه التنميه. هو كده البرنامج نفسه، هو بيجرب مثلا على البرنامج، فالبرنامج بيقول له انهي السلاح اللي هيكون مناسب. بص شايف كل الاسلحه اللي هو بيختارها دلوقتي، لا مش نافعه، مش نافعه، شايف انهي سلاح اللي نفع. ففي اسلحه كتير، عشان كده لما هنيجي نتكلم في الجزء اللي خاص بالتقنية وانت في السوق، هتلاقي ان احنا بنقول ايه، في حاجات لا لازم تاخد بالك منها، لان مش كل الاسلحه دي موجوده في السوق. الاسلحه دي موجوده فعليا، يعني السلاح ده فعلا موجود ومش عارف ايه وكده، ويقدر يجيب لك التقنية دي. في اسلحه بره تجيب كده، بس انت مش هتعمل التصميمات، ماشي، تتصنع مثلا بره، لا، انت اخرك الامكانيات اللي موجوده ايه في السوق، فعشان كده انت هتلتزم بيها يعني. ولكن هنا احنا بنعرفك بس صح، تمام. هو هنا بيعمل البرنامج بتاع المكنه، هتلاقيه بيدخل المتغيرات. بس الميزه دي بقى، الميزه في البرنامج هنا، هو بيعمله، بص هيجي يرسم الشكل ده، تمام. بص اهو هو رسم كده ايه، احنا مش شغالين اصلا، مش شغالين. بص اهو هو بيرسم اهو في الشكل، يعني يرسم الشكل. بص المكنه بتعمل له سيميوليشن انهي حركه يعملها الاول. استنى، هيعمل المكنه هتعمل سيميوليشن اهو، شوف. بس احنا بس عشان نصورها ان شاء الله اهو. بص بعمل سيميليشن، بص شايف بيقول له التانيات نفسها، يبتدي انهي تانيه ويجيب انهي تانيه بعد انهي تانيه، ويشتغل بانهي سلاح، واخد بالك، السلاح اللي هو محدده، بحيث ان ما يحصلش معاه مشكله. لان حاجه زي كده انت لو جبت تانيه هنا، هيجي يعني هيقول لك لا، السلاح بتاعي، ما السلاح اللي موجود معايا يعني في السوق، يعني ما يقدرش يجيبها. في اسلحه كتير مش موجوده في السوق، الاسلحه اللي انت هتشوفها في الفيديو ده، واخد بالك هنا ان دي غير اللي احنا كنا شفناها في الفيديو اللي فات. هنا بيربط بألانكيه غير الثانيه كان عامل لك زي يد كده، هي اليد دي انت بمجرد ما تنزلها انت كده فتحت على ايه؟ على البنش. شايف الضاي نفسه بيتحرك، في زي تحت كده حاجتين كده، بيكون معموله او مسنوده بالبتاعات السوداء دي، تمام، بتكون زي حضاي ايه لجوه. طبعا البتاعه ديت دي بتسند معاه الخامه هو من قدام، لو الخامه طويله لقدام لبره، تمام، فهو بيمسك الخامه وبيسندها هنا، يعني هو مش هيقدر يرفعها لوحده، فدي بتسند معاه من قدام والسند وساند معاه من ورا، تمام. بص شايف اهو بيركب الضاي اهوت موصلهم ببعض. طب ايه اللي يضمن له ان الحاجات دي كلها على بعض؟ شايف البتاعه ديت دي متزاحه بالبتاعه السوداء ديت، تمام، وهو بيظبطها على حسب الضاي دوت. يعني لو الضاي مثلا لو اعتبرناه بلوكيه مربعه كده، طبعا هو بيتفتح جوه من دي، بس هو لو بلوكيه مربعه مثلا 15، تمام، فهو هيزيح عليه قيمه معينه، تمام. طب لو هو 20، تمام، فهيزيح عليه بقيمه اقل، يعني البتاعه دي هترجع لورا سنه كده يعني. الكاميرا ديت دي بتلقط لو في حد حط ايده تحت التنيه بحيث ان هي توقف. طبعا المصريين بيوقفوها علشان ايه، اهو شايف الليزر اللي كان طالع، تمام. هو بينزل دلوقتي، في نزله بينزلها في البدايه، تمام، علشان الفي، يعني ايه، بص في النزله دي، النزله دي كده، هو اول نزله هو نزلها دي بيظبط بيها الفي، يعني لو الفي فيه اي ترحيل بيظبطه. وبالاضافه كمان هو بينزل وبيفضل نازل واقف عليها، تمام،
لحد ما يربط ايه الكرنبات اللي تحت دي اللي هي ماسكه ايه البتاع اللي عليها الجي، تمام، لحد ما يربطها، بيفضل نازل بالسلاح بحيث انه يضمن ان السلاح ان الضاي تحت السلاح بالظبط، تمام. خلي بالك ان السلاح شايف تلاقيه هو من هنا ايه هو مشقوق، لان ده جزء وده جزء تاني، تمام. السلاح مش بالشرط ان هو يكون طويل كده، وهو الاغلب اصلا ان هو مش طويل، الا المكنه الجديده هتلاقي ممكن جاي معاه سلاح طويل يعني كده، فانت بتروح تقص خالص. شايف هو بيتني اهوت قاعد عمال يدخل بس الخامه، وعلى الكمبيوتر جوه بيقول له انت في انهي تتنيه، يعني شايف الكمبيوتر بيقول له ايه التتنيه اللي انت رايحها، التتنيه اللي انت فيها والتتنيه اللي انت رايح لها، تمام، بحيث ان ايه الصنايعي يكون مركز. طبعا الكلام ده كله مش موجود هنا في السوق يعني، ولكن انت لو اشتغلت بعد كده في مصنع فحاول تبقى تجيب الكتالوج بتاع المكن، لان طبعا المكن بتاع السيميليشن الجزء بتاع السيميليشن ده هيختلف من المكن التانية، تمام، ولكن اللي هو ايه هيفيدك. هو كده بص، هو شايف هو يعتبر كده مستخدم الطول كله بتاع المكنه يعني، واخد بالي، واخد بالك، هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي هو لو هيتني بقى 10 مللي على الطول ده كله هيكون صعب. ليه؟ لان ده حمل نازل على يعني حمل المكنه كله، مش نازل على حاجه صغيره، لا ده نازل على حاجه طويله جدا، غير لما اكون بطلني حاجه قد ايدي. شايف هو مسندين الخامه لقدام عشان مثلا ما تلبش منهم، مسندينها على الحاجات دي، تمام، وساعات الخامه بتبقى طويله اصلا، تمام. اهو شايف، بص هو بيسندها على دي اريح له يعني. طيب تعال نكمل. هو التاني بص هيدخل برضو البرنامج زي التانية، اداله السيميليشن وقال له السلاح المطلوب. طيب تعالى اهو شايف، بص بقى، بص شايف الدوران ده؟ الدوران ده هيجيبه هو بسلاح عادل، وهيطلع لك الدوران ناعم، في حين ان انت لما هتيجي تنزل في السوق بعد كده وحد يجي يقول لك مثلا انا هجيب لك الدوران ده بالتنية، هتلاقي ان الدوران اللي بيجيبه لك مش مظبوط قوي يعني، مش ناعم، هتلاقيه متضرر كده، واخد زي ضربات. بص اهو اختار له سلاح معين وهينزل يجيبه له. بص شوف دلوقتي وهو بيجيب الدوران اهو، نازل بالراحه بالراحه بالراحه. بص هو بيوريك شايف الدوران ما يبانلكش فيه التدرجات اللي هي جايه فيه، بسبب ان السلاح يعني ايه عايز يجيبه لك، انت بتقول له هات لي اقصى نعومه انت تقدر تجيبها، فهو بينزل بالراحه، تمام، يعني مش اللي هو زي بتاع التنايه بينزل بمزاجه يعني، فاهم اللي هو ايه، هو بينزل يضرب ضربه، وكمان ممكن في الضربه بتاعته يطول، انما هنا انت المكنه مظبوطه فهي بتنزل دايما يعني ايه بنفس الحمل اللي هي يعني، فاهم قصدي، محتاجاه. وغير كده بتاع التنايه مش بيكون مشغل السندو بنسبه كبيره، ما بيشغلوش غير في بعض الشغلانات، مش دايما يعني، وساعات بيشغله طول الوقت، بس يعني قليل جدا ما شفت صنايعي بيشغل السندو طول الوقت، بس ما علينا يعني. فهو مش بيكون مظبط الريديوس بتاعه ان هو يتني مع السندو، انما هنا هو بيتني في الريديوس، السندو ساند معاه من ورا، تمام، بحيث ان هو يجيب البتاع دي سموث كده، تمام. في اشكال كتيره زي ما قلنا للضاي، وزي ما قلت لك احنا مش هنتطرق ليها كلها، تمام. وبرده الاسلحه، بص هنا ده هيعمل حاجه زي الدوسره، استنى اهو، بص شايف دوسره، تمام. وزي ما قلت لك احنا مش هنتطرق لحاجات زي كده، لان اغلب الاشكال دي اصلا مش موجوده في السوق، وبيعملوها بطرق تانية يعني، هم بيعملوها ايه بحاجات تانية يعني، تمام. فممكن شايف الضاي فيه كذا حاجه، ممكن يعني في كذا امكانيه ان انت تعملها، كذا طيب ده هيجي هنا يرسمها تمام، قال له هتعملها ازاي؟ طب احنا بس بنستعرض، شايف ادي ده السن دوت هو بيسند معاه. طيب نشوف حاجة تانية، بص حاجة زي كده مثلا، لو جيت تنيتها في البداية هنا عادي، بص هتلاقي ايه اتشدت معاك، بص شوف لما هيجي يطلعها، عشان بس ما تجيش تستغرب بعدين، شايف هي اتشدت معاك ليه؟ لأن مش ده الضاي المناسب ليها. ايه ده يعني ليها ضاي معين؟ ومش هتلاقيه موجود في مصر، اللي هو الضاي ده اللي هو النصف كروي. بص بيجي ياخدها بالراحه كده على الهادي، تمام اهو. حتى كان في قبل كده كنت في مصنع يعني، في مشكله حصلت زي كده، بس العامل لما جه عملها، تمام، لما جينا عدلناها يعني كده ما عملناهاش كده يعني، طبعا ما كانش متوفر الضاي دوت، تمام، والمشكله ان دي كانت حاجه ستاندر يعني، المكنة نفسها جاية بالمقاسات دي، تمام، وفي توب فعلا قريب لحتة زي كده وهيتركب في الأصنيع، فالتوب نفسه اتشد في أول عينة، تاني عينة ظبطناه إن إحنا إيه كنا بننزل ناخدها بالراحة على الهادي كده، يعني يعتبر اللي هو حاولنا نجيب حاجة زي كده اللي هو بس بالراحة، أنت مش عارف، مش معاك الضاي نفسه، السلاح عادي، السلاح مفيهوش مشكلة، بس الفكرة نفسها الضاي مش معاك، تمام. فقعدنا ناخد التدريجة بالراحة واحدة 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 لحد إيه ما التوب يعني ما تسحبش مننا يعني زي اول مره.
تمام؟ فشايف الفرق؟ بس فمش كل حاجة بينفع تيجي، شايف هنا مثلا التوب ده المفروض كان يكون هنا، تمام؟ شفت هنا اتسحب ازاي؟ فاللي يجيب لك اللي يظبط لك حاجة زي كده السلاح الضاي ده، تمام؟ فده طبعا مش هتلاقيه موجود في مصر الضاي ده عشان ما تحلمش، فعشان كده برضه تاخد بالك في اعتباراتك في التصميم، ولما نيجي نتكلم عن الورش والشغل في مصر شايف حاجة زي كده برضه، تمام؟ هو بيعدلها لك، تمام؟ أهو بص 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 لما يجي ينزل ياخدها شايف، بص بص هتطلع عامل ازاي، تمام؟ فهو بيعدل لك حاجات زي كده، فاللي هو الحاجات دي مش موجودة في مصر يعني، ما تحلمش، ده حاجات كده انت هتتفرج عليها بس تنط على راسك، تمام؟ طيب ده كده سلاح عادي مدور، تمام؟ أهو شايف جايب لك الدورات من أول مرة، ده عايز بس الفت انتباهك لحاجة، شايف بص 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 هو هنا عشان ينزل يتني آخر تتنية ديت جايب سلاح اللي هو داخل لجوه ده عشان الشفة دي هتعرض، وهيجيب الدخلة دي على حسب الشفة دي كده، تمام؟ يعني لو الشفة دي كبيرة أكيد هيجيب واحدة داخلة كده لجوه كبيرة، تمام؟ آه طبعا ده بيكون صعب في حكاية التخانات الكبيرة، لأن لو تخانة كبيرة جدا صعب جدا، لأن هيبقى في حمل كبير هنا على بتاع الكانت ليفر ده، تمام؟ طيب تعالى نكمل، هو عادي بيرسم هنا، تمام؟ بيرسم 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 عادي، الشغل العادي. أهو بص بص تعالى هنا، هنا شغل السكند واضح شوية، أهو بص بص شايف دخل السند، السند ظبط له البتاع، سرع سيجنال، السند هو بيظبط، تمام؟ هيخش تاني، تظبط، أهو، تمام؟ السند رجع له تاني، أيوه، تظبط، تدخل بيه تاني، شايف بيظبط، هو خلي بالك إن السند بعد لما السلاح نزل، يعني السلاح خلاص هو لمس البعض، تمام؟ شايف 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 دي؟ دي زيحة البتاع من فوق، زيحة بتاع المسجد. ده هنا علشان لو عايز يحافظ ان الستيكر نفسه ما يجرالوش حاجة بتاع الستلس، تمام؟ لان الستلس بيكون جاي على الستيكر. ده بيبين لك الاتجاه الحركات، تمام؟ بس ده كده كل الحاجات الخاصة بالتنية والشكل بتاعها في الحقيقة، وزي ما وريتك استعرضت لك أكتر من حاجة، يعني أكتر من شكل التنية وكده، بس ده كله زي ما قلنا في الآخر مش موجود في مصر، فما تعشمش نفسك إن أه لا دي بتيجي، تمام؟ لا دي مش بتيجي، ولما هنيجي نتكلم عن الجزء الخاص زي ما قلت لك بالحاجات بتاعة الورش وكده والتصنيع في مصر هوضح لك ده أكتر.